خشي يا بنتي خشي خشي. بعد اذن حضرتك يا بابا. سيبيها انا اللي هشيلها. يا بابا تقيله عليك قوي. يعني تقيله عليا ومش تقيله عليكي؟ بعدين هي دي بس اللي تقيله. يلا بيت ابوك يا اولى بيكي، بيت ابوك يا اولى بيكي. يا بابا انا قلت لحضرتك كده من الاول. سيبك بقى من الاول والاخر، عمر الاول ما هيبقى زي الاخر. انت كل اللي حصل بقى وانت دلوقتي جيت لحضن ابوكي وبيت ابوكي زي زمان. فاكره زمان؟ ادي الحاجه الوحيده اللي انا فاكراها يا بابا. الحمد لله كده بقى انا مطمن ومستريح. انت بقى كل اللي حصل والبيت بيتك، تصرفي براحتك. يلا حبيبي. ايوه يا بابا. ياه يا ابني رد، ده فين؟ انا مع اصحابي. كل ده مع اصحابك؟ يا اخي اعتبرني من اصحابك ورد عليا. تحت امر حضرتك. تيجي عندي البيت هنا، ما تروحش المهندسين، تيجي عندي الشقه، فاهم؟ طب في حاجه يا سيدي؟ لما تيجي احكي لك، ما تتاخرش. يلا مع السلامه. حاضر يا بابا، مع السلامه. بابا عايزني دلوقتي. طيب هنا روح انت عشان ما تاخريش وانا هروح له على طول. هنا ازيك يا نجار؟ ازيك يا خالد؟ عامله ايه يا هنا؟ كويس، بس شكلي بيقول ان انت مش كويسه. امال شكلها بيقول ايه يعني؟ شكلها بيقول ان دي مش من البنات اللي انت بتعرفها يا خالد. واوعى تنسى ان دي قريبه ميدو. انا ممكن اقول لانكل عبد الحميد. لو النبي الله يسترك، كله الا خالي. خايفه ليه يا هنا؟ اللي بيعمل الصح ما بيخافش. انا مش خايفه، بس كله الا خالي. طب اتفضلي اركبي، انا رايحه عندكم البيت. ولا انت مش مروحه؟ لا ده انا كنت مروحه، ده انا كنت في الجورنال وخالد كان موصلني. انا ما سالتكيش انت كنت فين. اركبي وبعدين نتكلم. كفايه بقى يا خالد، عيب لحد كده؟ ما تنساش ان ميدو صاحبك. مش هنسى. ايه يا هنا، مش عيب لما نتصرف زي الحراميه؟ انا قلت لك قبل كده ان ده ما ينفعش، ولسه بقول لك لحد دلوقتي ما ينفعش. يلا يا هنا، يلا نتكلم في العربيه. ايه يا امال، ايه اللي قومك من السرير؟ يا هنا حد نايمه ليه النهار ولا ايه يا عبد؟ بقولك ايه، استريح. انا قلت اقومك اركب شويه كده في المطبخ. انت عارف لو ما اديتش ايدي في حاجه ما فيش حاجه هتتعمل، وبعدين انتوا مش هتتعشوا. يا ستي سيبك من العشاء والغدا، ناكل اي حاجه. هي البنت هنا لسه ما رجعتش؟ والله لسه ما جاتش. ما جاتش غير دلوقتي؟ معقوله في شغل الجورنان؟ دي الساعه داخله على 11. خير يا رب. رد يا عبد، لا يكون احمد. احمد لسه فاكرنا؟ ما حدش بينسى اهله. الو، مساء الخير يا عبد الحميد بيه. اهلا يا استاذ كمال، ازي حضرتك؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ازاي صحتك انت؟ الحمد لله الحمد لله. يا رب هنا تكون مشرفانا معاك. الحقيقه هنا بنت كويسه قوي ومجتهده ونشيطه. حضرتك شفتها النهارده؟ لا الحقيقه ما اعرفش، اصل انا ما روحتش النهارده، فممكن تكون راحت وما لقيتنيش. طمني صحيح، ازاي احمد ابن حضرتك؟ الله يتعبنا معاه، ربنا يهديه. حضرتك عندك اخبار عنه كده ولا حاجه؟ بيسال عن احمد؟ يعني يكون خالد قال لك بيروحوا فين، بيجوا منين؟ الحقيقه انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده يا استاذ عبد الحميد. انا متصل بس عشان كنت عايز اتكلم معاك في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. موضوع ايه؟ الولد اللي هيتجوز الست. الواد رياض؟ خلاص بقى ما اتكلموش، ملوش لازمه. ما انا كلمته خلاص، انا طولت ايدي عليه وضربته. قال ايه رايح يتجوز، مش عارف عمل ايه. الحقيقه يا استاذ عبد الحميد انا كنت متحرج المره اللي فاتت ان انا اقول لحضرتك، بس دلوقتي انا مضطر. الست اللي اتجوزها الولد ده نجوى البرديشي.
اتجوز مين؟ أم ولادي، زوجتي السابقة. يا ريت حضرتك تكون صدقت إنه اتجوز. أم الأولاد؟ أيوة. عاملة فرح؟ فرح؟ مين اللي عامل فرح؟ أيوة، وبعدين؟ أنا بس حبيت أقول لحضرتك عشان تعرف إن الموضوع خلاص انتهى. أستاذ كمال كان لازم تقولي من الأول إنها أم الأولاد، يمكن كنت قدرت أعمل حاجة. صعب. صعب يا أستاذ عبد الحميد. محدش كان يقدر يعمل حاجة غير نجوى البرديسي. وهي عملت اللي هي عايزاه. أنا آسف جدا لإزعاجك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. في أي يا عبدو؟ إيه اللي حاصل؟ شوفي، اللي يشوف بلوة الناس تهون عليه بلوته. يا أختي، هو في بلوة أكتر من اللي ابتلانا بيها ربنا في ابننا؟ لا، في يا أمال. طليقته وأم ولاده اتجوزت. طب وإيه يعني؟ ما تتجوز، هو جواز حرام؟ لا، الجواز مش حرام. المصيبة اتجوزت مين؟ اتجوزت مين؟ الواد رياض. رياض؟ رياض ده في سن أحمد ابننا. وفي سن ابنها خالد. خالد؟ ماله خالد؟ ايه يا بنت انتي، الكلام مش ليك انتي خالص، مالك اتخضيتي كده؟ لا يا مرات خالص، انا حسبت ان خالد بيكلمنا. انا لو هكلمك هسألك سؤال واحد، انت كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت هناك. يا اختي اوعي تقولي انك كنت مع الاستاذ كمال. لسه مكلمني وقال انه ما شافكيش النهارده. انا ما قلتش لحضرتك ان انا كنت عنده، اصل انا رحت النادي وبعد كده رحت الجورنان وبعد كده رحت الجامعه. دلوقتي في نادي وجامعه؟ هعمل ايه يا خالد؟ ما انا بعمل موضوع ولازم اتاكد من المصادر اللي بقابلها. مش عايز لا مصادر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول. اللي انا اعرفه انك بنت اختي ومسؤوله مني. لا اله الا الله. يا بنتي لازم تحافظي على سمعتك وسمعتنا احنا كمان معاكي. حاضر يا خالد، بس الله يسترك وقت صوتك احسن من جرت العسل. روحي تعالى. ازيك يا بنتي؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. ايه ما طلعتيش على طول ليه؟ ما انا قلت ان انا تطلع تقول لكم ان انا جايه. اتفضلي يا بنتي. شكرا. اتفضلي. اهلا وسهلا يا بنتي. انا اسفه اذا كنت جيت وعملت لكم قلق. ده ايه ده؟ احنا لما بنشوفك والله كاننا شفنا احمد بالظبط. تتصدقي انا مستنيه مجيتك دي. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا طنط كويسه. يا والده حضرتك هتيجي؟ لا، انا قلت لها ان انا هاجي اطمن، وهي قالت لي لو في اي حاجه كلمها عشان تيجي. لا، ما فيش داعي، كفايه اللي حصل واحنا اسفين. يعني اسفين على ايه بس يا انكل؟ على فكره احمد جه جاب لنا الحاجات بتاعتنا. يا هنا. نعم يا مرت خير. غيري هدومك واعملي كوبايه عصير النجار. حاضر يا مرت خير. وخدي بالك الاستاذ كمال ما تقليش عليه اليومين دول. استاذ كمال ليه؟ سيبيه بالهم اللي هو فيه، ربنا يكون في عونه. هو حصل له ايه؟ اسكتي انت، ما سمعتيش؟ مش طليقته ام عياله اتجوزت؟ ام خالد اتجوزت؟ للاسف. واتجوزت عيل قد ابنها. مستحيل. لا مش مستحيل يا بنتي. والعريس انت عارفاه، كان زميلك في المدرسه انت واحمد. الواد رياض اللي مش عارف يطلع من الثانويه العامه. رياض؟ ايوه. والست نجوى دي بقى مش تتجوزوا في السر، لا تروح تعمل فرح في صاله في فندق كده. فضحت طليقها وولادها، ده اذا بوليتهم فاستتروا. ربنا يكفينا شر الفضايح. يا رب يا رب، والنبي يا رب يكفينا شر الفضايح. خير يا بابا؟ في ايه؟ خير ان شاء الله. خير. ايه ده؟ دي سميه هنا كمان وبالبيجامه؟ ده انتوا عاملين انقلاب بقى.
تعالى يا خالد خش اقعد. خش انت كمان يا سمية. الا انا كنت عايزه تنام. مش جالي نوم يا بابا. يا حبيبتي لو عايزه تنامي روحي نامي، انا هقعد مع اخوك نتكلم شويه. انا كمان يا بابا عايزه اقعد مع حضرتك ومع خالد شويه. هو في ايه بالظبط يا بابا؟ طمني. شوف يا خالد، انا عايز اقول لك على حاجه. انت ابني الوحيد واخو سميه الوحيد، يعني المسؤوليه عليك كراجل مضاعفه. والراجل مهما عدت عليه ظروف صعبه او قاسيه لازم يتحملها لحد ما ينتصر عليه. بابا انت قلقتني كده، هو في ايه بالظبط؟ ماما جرالها حاجه؟ ماما اتجوزت. اتجوزت؟ ده حقها يا ابني. امي اتجوزت؟ ايوه يا ابني اتجوزت. مش هي دي المشكله؟ المشكله ان احنا لازم نقر ونسلم انها اتجوزت. الواد اللي بيشتغل عندها في المحل اللي اسمه رياض، مش كده؟ ما ترد يا سمية. حضرتك ما بتردش عليا ليه؟ هو الواد ده مش كده؟ الحقيقة يا ابني هو ده اختيار. هو حصل امتى الكلام ده؟ للادي. للادي؟ يعني اروح البيت دلوقتي الاقي الواد ده قاعد في الشقه واسمه جوز امي؟ هما لسه في الاوتيل. اوتيل؟ اوتيل؟ كمان اوتيل؟ يعني زفه وعروسه ومعزيم وفرح، وانا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ تروح تجيب شنطة هدومك وتيجي تقعد في بيت ابوك. زي سمية؟ ما هي بنتي وانت ابني وهي امي وانا ابنها. عشان هي امك ما ينفعش تقول لها حاجة. لا انا اسكت. ما اقولهاش لا عيب ولا فضحتينا. ما تكلمش. يا ابني ما انا اتكلمت معاها واختك اتكلمت معاها وانت كمان حاولت تتكلم معاها. لا انا اسكت. اسكت. دي امك، يعني ما ينفعش تقول لها اوف. الحاله الوحيده اللي انت ممكن تخالفها فيها لو طلبت منك انك تشرك بالله والعياذ بالله، غير كده لا يمكن تغضبها. اظن ان انا علمتكم كده. عشان كده انا مش عايزك تروح الشقه وتلاقي الولد ده هناك. روح هات هدومك وتعالى بيت ابوك. وانت وهي انا بقول لكم انتوا الاتنين ولادها وهي ابوكم. اي حاجه تطلبها تنفذوها غصب عنكم. بس حضرتك بتتكلم عن الام. الام اللي بتخاف على اولادها، مش الست اللي بتتجوز. عيب. ايه؟ دي امك. دي الحقيقه الوحيده اللي انت ما تقدرش تنكرها. البني ادم ممكن ينكر ابوه، يشك في نسبه، لكن امه لا يمكن. لازم تفهم كده، دي امك. امي. انت اكيد ماما. قلقت عليك يا حبة عيني. ايه ده بابا؟ والدك هو اللي طالبك؟ اكيد وصل مصر. الو. الو يا نجار، وحشاني يا روح قلبي. لا انا وصلت مصر النهارده. انت فين يا حبيبتي؟ انا هنا في بيت انكل عبد الحميد. انكل عبد الحميد؟ وانا ليه اخ اسمه عبد الحميد وانا ما اعرفش؟ لا يا بابا، ده انكل عبد الحميد بابا ميدو. ميدو؟ يعني انت في بيت الواد اللي انا سفرتك انجلترا عشان تنسيه تيجي من السفر وتروحي بيته؟ فين بيته ده؟ فين؟ في الهرم؟ في التلبية يا بابي. مش في التلبية برضو يا انكل؟ لا، في العمرانية يا بنتي. انكل عبد الحميد بيقول العمرانية. يعني انا عشان اشوفك اروح الطبلية دي ولا العمرانية دي؟ لا طبعا، انا هاجي لحضرتك واقول لك الحمد لله على السلامة. بس معلش، انا برضو كان لازم اجي اشوف ميدو عشان كان تعبان ومتضايق قوي. هو اللي متضايق بسمتك؟ ده تصرف لائق.
ما انا ما اقدرش اكذب على حضرتك. وانا ما اقدرش اوافق على كده. اسمع يا نشار، فورا تكوني عندي في البيت هنا. سمع بنتي، انت كده زعلتي والدك. هو زعلان مني على طول. كانش لازم يا بنتي تقولي له انك هنا. ما انا ما اقدرش اكذب عليه ابدا يا طنط. بعدين هكذب عليه ليه؟ انا ما بعملش حاجه غلط. حسبي يا بنتي، لو حاجه تتكسر. اللي بيتكسر ما بيتصلحش. نجار انا مش عارف اقول لك ايه يا بنتي، بس يلا يا ربي ما ازعلش منك. هيزعل مني ليه؟ يزعل مني لو كنت كذبت عليه. مش هنقدر نقول لك افضلي قاعده معانا. معلش يا طنط، انا برضو لازم اروح اقول له الحمد لله على السلامه. ما تتاخريش علينا حسن، بتوحشينا قوي. الحمد لله بالسلامه يا فندم. ميرسي. اتفضلي حضرتك، الباشا في الاجتماع. يعني ممكن اقابله؟ طبعا يا فندم، ده في انتظار حضرتك، الاجتماع كله في انتظار حضرتك. اتفضلي. نجار فؤاد نصار، نائب رئيس مجلس الإدارة. الحمد لله على السلامة يا بابي. الحمد لله على السلامة. ايه يا حبيبتي، وحشاني جدا جدا جدا. وانت كمان وحشني جدا. مكانك هناك، اتفضلي. ميرسي. نائب رئيس مجلس الإدارة. طبعا حضرتك عارفة كل أعضاء مجلس الإدارة تقريبا، وعلى رأسهم أنكل شكري، أو عشان احنا في اجتماع مجلس الإدارة يبقى الوزير السابق شكري عبد الرؤوف. ازيك يا نجار؟ وحشاني. ميرسي يا انك. يا جماعه، انا شايف ان دراسه الجدول اللي قدام حضراتكم دي كافيه جدا. ده المشروع السياحي بتاعنا اللي عند سيدي عبد الرحمن يا نجار، وده اول مشروع حضرتك هتشرفي عليه في غيابي. ها، وخدي بالك، كل الشركات العالميه والعربيه المتقدمه عشان تاخد المشروع مننا عارفه اننا هنتقدم، وهتحاول انها تزايد علينا. بس على مين؟ كلكم عارفيني طبعا، ده مشروعي ومش هسيبه وحناخده كمان. دلوقتي بقى تتفضلوا كوفي بريك، حلاوة نائب رئيس مجلس الإدارة، في شاي وقهوة وكل حاجة حلوة. تفضلوا، ما عدا نائب رئيس مجلس الإدارة يقعد. احنا كمان عايزين نقول لك الحمد لله بالسلامة. وانا عاوز اسمعها. تحب نسمعها لك فين؟ انا قدامي ساعة وابقى فري، نسمعها ونتكلم زي ما انت عايزة. شكرا. اوكي، هجهز السواق والجاردز. خليكي قاعدة ما تقوميش، انا اللي حاجة جنبك عشان انا عاوز ابقى دايما جنبك. وما تتضايقيش ان انا عاوز ابقى دايما جنبك وانتي تبقي دايما جنبي. بالعكس يا بابا، ده تواضع من حضرتك. وكمان ما تزعليش مني على موضوع العمرانية ده. بابا أمكن عبد الحميد عارف عارف عارف، ساكن هناك وهو حر. على فكرة يا بابا، أنا طلبت من أمكن عبد الحميد إن هو يخلي ميدو يسافر معايا. فين؟ لندن. ويقعد فين هناك؟ أخته اتجوزت دكتور وقاعدين دلوقتي هناك. وحيسيب العمرانية؟ ما ده يضايقك؟ لا بس ما يضايقنيش. ميرسي قوي يا بابا، تسمح لي بقى أمشي؟ قوي، سلمي لي على مامي. حاضر يا بابا، باي باي. باي يا حبيبتي. أي أوامر يا فندم؟ قل لمعالي الوزير في مدرس عربي اسمه عبد الحميد دراز، خليه يجيب لي نمرة تليفونه حالا. التليفون بيضرب يا عبدو، الحاولة يسكت. صدق الله العظيم. حاضر يا أمال، خليك أنت مرتاح. يا أخي هاتوا هنا وخلاص. قلت لك السلك مش طاير. مش طايل ده ايه؟ ما نجيب سلك يا عبدو، يا جت على السلك. طب انا حتى بشتغل في السنترال، ولا باب النجار مخلع. الو، الاستاذ عبد الحميد دراز. ايوه يا فندم، انا. مين حضرتك؟ ثانيه واحده جنابك. ثانيه واحده جنابك؟ يا رب استر، يا رب استر. والنبي لا مستشفى ولا اسم. الو استاذ عبد الحميد، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، مين حضرتك؟ انا فؤاد نصار. مين يا فندم؟ فؤاد نصار. ايه، ما تعرفنيش؟ انا بابا نجار، اظن حضرتك كده عرفتني. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا عبد الحميد بيه،
أنا في الحقيقة كنت عاوز أكلم حضرتك من مدة وأتشرف برؤيتك، لكن مشاغلي وسفرياتي الكتيرة أكيد أنت عذرني. آه ما أقدر سيادتك يعني، ويشرفني اتصال سيادتك. وأنا لو قلت لحضرتك إن أنا نفسي أتشرف بزيارة حضرتك ونشرب مع بعض فنجان قهوة تقول إيه؟ الشرف لينا يا فؤاد بيه. ده أنا اللي هتشرف بزيارة حضرتك ليا هنا في الفيلا. الحقيقة من زمان نفسي أتعرف على سيادتك. شوف سيادتك الوقت اللي يناسبك. أنا في الحقيقة لو مش مشغول أكتر من اللازم كنت جيت لحد عند سيادتك في البيت. العفو يا فؤاد بيه، أنا أجي لحضرتك، يعني المسألة واحد يعني. شوف سيادتك الوقت اللي يناسبك. العربية تيجي لسيادتك حوالي 3:30-4 كده كويس؟ لا كويس قوي، ما فيش داعي العربية، أنا هاجي بعربيتي. معلش عشان السواق هو عارف السكة، أنا في انتظار حضرتك بكرة. مع السلامة. مع السلامة يا فؤاد بيه. مين فؤاد بيه ده؟ فؤاد بيه نصار بشحمه ولحمه. وده عاوز ايه؟ عايز يعزمني على فنجان قهوة في قصره اللي معرفش عنوانه. ويعزمك ليه؟ هيكون عشان ايه يا أمال؟ عشان يشوف حل الموضوع بنته. بنته كلمته من بيتنا في وقت متأخر بالليل وبجرأة، قالت لا لازم يشوف حل. والحل انه يعزمك في بيته يعني؟ أمال الراجل قال انه مستعد يجي لغاية عندنا، بس يعني ظروف شغله هي اللي منعاه. عارفة اللي قال مثل اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك صدق. وانت شايف انه كده بيخطب لبنته؟ امال يعني يا أمال بعت لي وظفني عنده؟ بعدين بنته غير بناتنا، بنته جريئة زي ما انت شفتي. قالك لا بيدي لا بيدي عمرو. انا مش قلت لك ربنا هيجعل لي مخرج زي كل مره؟ عارفه يا امال نفسي في ايه دلوقتي؟ نفسك في ايه؟ تسمحي لي؟ اسمح لك. نفسي اروح له واحمد في ايدي زي كده. احمد وحد يعرف هو فين؟ هنعرف اول ما يسمع خبر زي ده. الدنيا هتتعدل في عينيه. فؤاد بيه نصار عازم ابوه على فنجان قهوه في قصره اللي ما اعرفش هو فين. اهلا يا سعاده البيه، تحت امر حضرتك. سيبها بيه ما تخافش عليها. هو بيت الاستاذ عبد الحميد فين؟ استاذ عبد الحميد راز. ايوه اللي وراك يا سعاده البيه. هو يا سعادتك عاوزه في حاجه؟ ايوه عبد الحميد بيه، انا في انتظار سعادتك تحت البيت. لا لا عبد الحميد بيه، انا في انتظار جنابك. سعاده البيه، هو حضرتك مستنيه يا سعاده البيه؟ روح شوف شغلك انت. هو في ايه؟ احنا برضك بهوات اهو، كلها كام سنه صبر جميل. كويسه مش كده؟ متهيألي ربطك كويسه ولا ايه يا امال؟ حلوه. هو باللبس يا عبده، بس برضه ما يصحش شفتي بهدوم مبهدله يعني، ولازم احط عيني في عينه يحس ان انا اغنى منه. الغنى غنى النفس طبعا. طب ايه رايك بقى ان انا مش مستريحه انه بعت وعايز يقابلك عشان يكلمك في موضوع بنته وابنك دي. امسك. لما ارجع هترتاحي وهتعرفي ان كلامي وتوقعاتي ما تنزلش الارض ابدا. بيه ولا لا؟ طول عمرك بيه. يلا بقى الراجل مستني تحت. هنزل له. عارفه لو فؤاد نصار مش عاوز يحل مشكله بنته ما كانش بعت العربيه والسواق، وكمان تلاقيه فكر قالك البيت راكبه دماغها، يبقى انا ما اسيبش الحكايه تعدي من فوق دماغي. يلا يا عبدو الراجل مستني تحت. عبدو. نعم. خد ودي في الكلام معاه واحده واحده. ها مفيش غير واحده واحده. عبدو. نعم. اوعى تقول له ان احمد زعلان وسايب البيت. معقوله يعني هتعس نفسي واصغر ابني؟ بس انا خايف يكون وصل له كلام من بنته، ابقى ساعتها مش عارف اقول ايه. تقول له قول له ان احمد زعلان عشان كان عاوز يخطب نجار. هي حلوه دي؟ اه حلوه يا. مش البت بس زعلانه، الواد كمان زعلان. ايوه كلام معقول. اه احيانا يطلع منك دولار يا امال. ازيك يا استاذ؟ اهلا سعاده البيت. لا اتفضل حضرتك هنا. ايه يعني ما ينفعش اقعد جنبك؟ لا يا باشا مكان حضرتك هنا، اتفضل. البهوات بتبقى ورا يا سعاده البيت. دي شكليات بس يا مجاهد. بالف الف سلامه يا سعاده البيت. الله يسلمك. سلامه يا بيه، بالف سلامه يا سعاده البيه. الله يسلمك. نحن
احنا برضك بهوات. اتفضل جنابك، اتفضل. بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد. فؤاد باشا نصار يا فندم. الاستاذ عبد الحميد دراز. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم، اتفضل بيتك ومطرحك زي ما بيقولوا بالبلدي، مش كده؟ مظبوط، بس احنا بيتنا مش كده، اللهم لا حسد. اتفضل. بدايه كويسه جدا، احساس حضرتك بالاختلاف والاهم الاعتراف بيه. الكذب خيبه، والمساله مش محتاجه لا انكار ولا اعتراف. كده قربت المسافة قوي. حضرتك تحب تشرب ايه؟ ماليش لزوم. لا لا لا، ازاي؟ ده واجب واصول، وانا لسه برضو بعرف الاصول. شوف، انا عشان عندي ضغط وسكر بشرب القهوة سادة. حضرتك الف سلامة ليك، تبقى سادة. يا شرف، اؤمر لنا باتنين قهوة سادة. تحت امري ما عليك يا فندم. طبعا استاذ عبد الحميد، حضرتك عايز تعرف انا ليه بعت لك عشان نشرب القهوه سوا مع بعض. انا متهيألي ان انا عارف ليه. عظيم، كده هتوفر عليا حاجات كتيره قوي. انا هوفر على حضرتك اهم واصعب حاجه، القلق. انا عارف ان حضرتك قلقان على نجار، وده من حقك، بس انا هقول لك كلمه واحده، ما تقلقش، نجار في منزله بنت دعاء بالظبط. جميل جدا. وحضرتك بقى كاب وكوالد لدعاء والنجار، ترضى ان بنتك تسيب كل اللي انت شايفه ده وتروح تعيش في شقة صغيرة في العمرانية؟ استاذ عبد الحميد، اذا كان ده يرضيك كأب وكوالد يرضيني. فؤاد بيه، عمرنا ما فكرنا ان نجار تبعد عن هنا او تبعد عن حضرتك، لكن الواقع انها بعدت بدون قصد، والبنت عايزة تتجوز ابنك، وحضرتك مرحب وفتح لها دراعاتك وبيتك، وأنا معرفش. فؤاد بيه، نجار اختارت أحمد وهي عارفة هو ابن مين. بنتي عيلة وابنك عيل، عيال يا أستاذ عبد الحميد، وانت راجل مربي وعارف مرحلة النمو والنضج، عيال بيحلموا. والعلم حضرتك، أنا ما عنديش مانع أبدا إنهم يتجوزوا، بالعكس انا هبقى اسعد انسان في الدنيا لما بنتي تتجوز البني ادم اللي بتحبه. طب حضرتك معترض ليه وبتتهمني ان انا فتح لها بيتي لما انت موافق انها تتجوز ابني؟ تتجوز في بيت زي ده؟ في بيت زي ده طبعا، اظن ده مطلب عادي جدا بالنسبه لبنتي، وما اعتقدش انك انت هتوافق ان ابنك يجي يعيش في البيت هنا، في بيت مراته يعني، ولا هتوافق؟ لا طبعا مش هوافق يا فؤاد بيه. وانا كمان ما وافقش ان بنتي تسيب كل ده وتروح تعيش في شقة صغيرة في العمرانية، ابقى بكرهها. لو نجار بنتك يا استاذ عبد الحميد، ترضى تظلمها بالشكل ده؟ طب يعني دلوقتي ايه المطلوب مني بالظبط يا فؤاد بيه؟ تساعدني، وأنا مستعد أساعد أحمد بأي شكل وبأي مبلغ. أستاذ عبد الحميد، أرجوك ساعدني، نجار بنتي الوحيدة، وأنا ما عنديش استعداد إن أنا أخسرها
لمجرد نزوة عيلة مراهقة. فؤاد بيه، أنا ما عنديش غير رد واحد على كلام حضرتك. أنا ما أقدرش أقول لنجار ما تجيش بيتي، ما تزعلش، لأن دي الأصول اللي كنت بتتكلم عليها من شوية. وما فيش مخلوق في الدنيا، ولا أنا ولا أنت، نقدر نقول لنجار ما تحبيش أحمد أو أي شاب تاني. المشاعر دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوجهها. عشان كده ما أقدرش أقول لنجار ما تحبيش أحمد، وما أقدرش أقول لأحمد ما تحبيش نجار، وإلا بأب ظالم. ممكن نعمل إيه؟ هحاول أبعد ابني عنها على قد ما أقدر. وأنا وابني هنبعد عن مالك. إحنا ما لزمناش غير نجار، لأننا بنحبها فعلا. أرجو إن كلامي كان واضح يا فؤاد بيه. واضح جدا يا أستاذ عبد الحميد، واضح أكتر من اللازم. تسمح لي أمشي؟ لأني عارف إن حضرتك مشغول. يا شرف، العربية عشان توصل للأستاذ. لا أمرك يا فندم. مفيش داعي للعربية، أنا هاخد تاكسي من بره. هنا مفيش تاكسات يا أستاذ عبد الحميد، هنا منطقة قصور وفيلات. يبقى أنا اللي جيت غلط، والغلط مردود زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين يا فؤاد بيه. مش قلت لك يا عبد اني مش مرتاحه؟ ولا كان داخل دماغي ان الراجل ده عاوز يقعد عشان يتكلم معاك وياخد ويدي في الكلام؟ لا، وانا قبل ما انزل اقول لك انا توقعاتي ما تنزلش الارض. انا عارف هو بعت لي ليه، كنت بحسبه اب زينا. لا لا، دول حاجه غيرنا، الناس دي حاجه واحنا حاجه تانية خالص. لا اله الا الله. بعدين يقول لي لو ساعدتني ان ابنك يبعد عن بنتي، انا مستعد ادفع لابنك اي فلوس هو عايزها. تصوري، عايز يشتري احمد وحبه وحياته وكرامته بالفلوس، بس انا ما سكتش، اديتهم له، اديته درس في الكرامه والتعبير. طب وبعدين يا عبده، لو البنت بنته كانت سالت عن احمد هنقول لها ايه؟ تيجي اهلا وسهلا، يمنحها هو. اذا كان هو مش قادر يمنحها، احنا هنقدر؟ واحنا كمان مش قادرين على ابننا، مش عارفين هو فين. ربنا يستر، ربنا يستر وما يشمش خبر ان احمد سايبنا وسايب البيت. وانا هستنى لحد ما حد يشم ولا ما يشمش؟ لا، انا هنزل ادور على احمد على طول قبل الاجازه ما تخلص والدراسه تبتدي. انا هقوم اتوضى واصلي ركعتين لله عشان يساعدني ان الاقيه. يا هادي يا رب. كنت بقى ابوس ايدك انا في عرضك. تكونش عرفت ان امك اتجوزت؟ وانا مالي؟ طيب ان كانت هي وليه محفوفه في مخها، يا رب اعمل ايه بس؟ اروح فين واجي منين بس يا رب؟ هترد يا خالد؟ مش عايز ارد. مش عايز ترد ليه؟ انا حر يا خالد. رد لحسن حد يكون مهم عايزك، بابا ولا ماما. صح، ممكن ماما بقى بالذات اللي مش هرد عليها، ولا حتى اقولها اوف زي بابا ما بيقول. خلاص الكلام ملوش لازمه. طب علشان خاطري يا خالد، علشان خاطري شفني على التليفون. سميه، انا عارف مين اللي بيتكلم ومش هرد، وخصوصا البنات. انا خلاص كرهتهم كلهم. عارفه لو ما كنتش اختي كنت كرهتني يا خالد؟ الحمد لله انا اختك. هرد ليه؟ هتقول لي ايه؟ هتحبني زي امي؟ امي اللي سابتنا وراحت تتجوز عيل. مارينا. مارينا تيجي معانا؟ اجي معاكم اعمل ايه؟ يعني هو اللي بيروح مارينا بيعمل ايه؟ ناس فاضيه راحت تصيف. طب وانت وراكي حاجه؟ بتدوري على ميدو؟ ايوه بدور على ميدو. عندك مانع؟ لا انا ما عنديش مانع، انت حر دوري. ولو قلت لك ان ميدو هيقابلنا في مارينا. ميدو في مارينا؟ ده ميدو في مارينا من يومين. بيعمل ايه؟ ناس فاضيه بقى وراح يصيف معاها. هتيجي معانا، احنا هنسافر بالليل ونوصل الصبح. انت متاكد ان ميدو رايح مارينا؟ اغشك يعني؟ وبعدين ميدو اتغير وبقى حاجه تانية خالص. اللعبه حلوت قوي. ده مش حلو، ده اللعبه على المكشوف. احمد في الساحل الشمالي بيعمل ايه؟ ما انا كمان بسال نفس السؤال. اكيد بيتفسح مع اصحابه، هيكون بيعمل ايه يعني؟ عموما انا مسافره الساحل الشمالي وهعرف هو بيعمل ايه هناك. طب ما دام هو هناك ما تروح له يا عبده. اكيد هروح له، مع اني عمري ما رحت الساحل الشمالي. حضرتك ممكن تيجي معانا.
اجي معاكوا ازاي يا بنتي؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه بس؟ احنا هناك عندنا شاليه غير الفيلا بتاعت بابا. ربنا يزيدكوا، انا هطلع بعربيتي. طب انت واقفه ليه بس؟ ما تقعدي شويه. ميرسي يا طنط. عموما انا هكتب لك عنوان الشاليه، هو ما يتوهش، تقدر تتفضل في اي وقت. انا عايزه اعرف بس ايه اللي حصل عشان نسافر فجاه بكره الصبح؟ مش حضرتك كمان قلتي ان انت عايزه تلحقي اسبوع في مارينا في الصيف؟ ايوه انا قلت عايزه اسافر بس مش بكره. ايه اللي حصل؟ عايزه الصراحه يا ألفة هانم؟ ايوه عايزه الصراحه يا ألفة هانم. ميدو هناك. ما عندي، قلت لك الصراحه بقى، يا رب توافقي ان انا اقابله. يا ناس اقول ايه؟ اقول ايه بس؟ ممكن عبد الحميد كمان جاي معانا. هيجي معانا في العربيه؟ انا قلت له يجي معانا. وافق؟ لا ما وافقش، هو قال ان احنا نركب العربيه بتاعتنا وهو يركب العربيه بتاعته. يا رب تكوني ارتحتي. الحمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك يا حبيبتي. أنا الحقيقة مش عارفة الناس ممكن تفسر إزاي اهتمامنا بالراجل ده وابنه. ما فكرتيش الناس ممكن يقولوا علينا إيه؟ ماما إحنا جايين نصيف، وبعدين أنكل عبد الحميد هيتفضل يزورنا أول ما يرجع من السفر. ممكن كمان نعزمه على الغدا، ويا رب يكون ميدو معايا. على فكرة يا ماما، أنا اديته رقم التليفون والعنوان هنا، قلت له أول ما يجي يسأل ويتفضل. يا خبر. طب على لما يسأل ما يودوهوش فيلة باباكي، تبقى مشكلة. ما تقلقيش يا ماما أنا هحلها. بابا بقى مفهمني كويس قوي يا ماما. بابا فاهمك كويس، بس أنت اللي مش فاهماه. بابا بيدلعك واخدك على قد عقلك لحد ما يوصل للي هو عايزه، وهيوصل. اتفضل، أجمل موبايل على الزيرو. المهم بس استعماله يبقى سهل. أيوة بابا سهل جدا. بص حضرتك، هتطلب الرقم كده زي اي تليفون عادي. وهنا اما تيجي ترد. وهنا برضه اما تيجي تقفل. يعني ما اجي اطلب اجي اطلب من هنا، وما اجي ارد ارد من هنا. تدوس على الاخضر. طيب. يعني مكافاه الامتحانات دي جت في وقتها. شوف بقى لنا كام سنه عايزين نجيب موبايل. موبايل علن اهو، وهنعمل له زفه، مش نشتري موبايل يزدف السر. احنا ما بنخبيش، واللي ما يشتري يتفرج، وبالضمان كمان. هي بس مكسوفه عشان تليفونها مستعمل. طب انا عايز اجرب التليفون. رني لي يا هنا. هي النمرة كام يا خير؟ اهي النمرة، سهلة جدا. ده سهل بالنسبة لك طبعا، بس انت مش هتيجي معايا ترد بدالي على التليفون يعني. عايز اجي مع حضرتك يا بابا. يا ابني انا مش لسه قايل لك لازم تقعد مع والدتك وهنا، وبعدين كشف الهيئة بعد يومين، لازم تستعد له كويس عشان تشرفنا. ان شاء الله هرجع عليك قبلت في كلية الشرطة. بص يا بابا، دي بقى الرنة بتاعته. وعلى فكره الموبايل فيه رنات كتير قوي، لو حضرتك تحب تغير ولا حاجه يعني. لا اي رنه وخلاص. ادوس هنا بقى. لا 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 ما تفتحش عليها، ما تفتحش عليها. ايه في ايه يا ابني؟ كنسلها، اصلها كارت. كنسلها كنسلها كنسلها. يعني دوس على الاحمر. على الاحمر. ايوه خلاص يا هنا، ما تقلقيش، كنسلنا خلاص. يلا بجميلة اللي بيكنسل، يا ريته حتى بيكنسل، ده ما بيردش عليا خالص.